السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة فونت أوتو الخاصة ببيع السيارات المستعملة في جميع أنحاء المملكة المغربية متابعينا الكرام سعداء بلقياكم مرة أخرى في عرض جديد وفي سيارة جديدة بالنسبة للعرض اللي عندنا اليوم كما كتشوفوا في الصورة عندنا سيارة من نوع كاتسون 407 ديزل. موديل ديالها ألفين وسبعة عندها تمنية ديال الخيل وبالتالي الضريبة السنوية ألف وخمسمائة درهم بالنسبة للتأمين إلا بغينا نخلصو العام أربعة آلاف ومائتين درهم ست شهور ألفين ومائة وتسعين درهم تلت شهور ألف ومائة درهم بغينا نخلصو شهرين تسع درهم بغينا نخلصو شهر ست ميه درهم و هنا كنبغي نشير بان هاد الاثمنة د لاسورونس هي دي بلان طاريف مداخلاش فيها ريدوكسيون للإنسان الانسان كي كيستافد فيها منها ابتداءا من العام التالت ديال التامين يعني دابا اللي شرا طوموبيل مستعملة هادو هما الاثمنة اللي غادي يخلص في عامو الاول ماتيستافدش من التخفيض دونك بالنسبة لهاد السيارة هادي كما كتشوفوا الحالة الداخلية ديالها هي كتبان مزيانه طابلو دبور الفولون أه، بواطا فيتاس عندها مانويل أه، كوسانات ديالها مزيانين مولاها تيقولنا بان الحاله الداخليه ديالها مزيانه بزاف وكذلك الحاله الميكانيكيه دونك بالنسبه للموتور اللي فيها ديزيل واحد فاصلة ستة لتر يعني اقتصادي بالنسبة لهاد السيارة هادي راهي دوزيام ما وكيما قالنا مولاها راهي توت اوبسيون غير هنا منين تنقولو توت اوبسيون راه توت اوبسيون ديال عام 2007 فاش خارجه لان ديك الساعه ما كاينش دي زوبسيون اللي كاينين دابا في 2020 دونك هادو توت اوبسيون ديال عام 2007 وعندها لي فيتر الكتريك بربعه القداميين واللورانيين وكما تنشوفو هنايا في الصوره الحاله الخارجيه ديال السياره مزيانه الصباغه ديالها دوريجين ديال لا ميزون. كما تيقول لنا مولاها محافظ عليها مزيان وكما شفتوا الصور في الاول ديال الفيديو السياره كتكون في الكراج وكما قال لنا صاحب السياره السياره ما كتخرجش بزاف الاكثريه ديال الوقت محطوطه في الكراج دونك بالنسبه لهاد السياره هادي كتواجد في مدينه الدار البيضاء بالنسبه للثمن اللي كيطلب مولاها تيطلب سبعة مليون و الف ريال 73 ألف درهم اللي عجباتو السيارة يتصل مع مولاها في الرقم ديال الهاتف اللي تيبان دابا على الشاشة ويتفاهم هو وياه والله يسخر لكم كاملين بالنسبة للناس اللي تيشوفوا القناة لأول مرة ما تنساوش ديروا أبوني وتفعلوا زر الجرس وديروا جيم الفيديو باش دائما يوصلكم الجديد بالنسبة للناس اللي متبعينا دائما شكرا لكم على الوفاء ديالكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة